It's me, Mello Mario! Sega! نو تمي مال ماريو في اخر فيديو سونيك فيرا ناكلز. اليوم سنختم سونيك فيرا ناكلز في هذا اليوم الجيد وهي الحلقة يعني الرقم 14 الى اخره. سنكمل الان سونيك فيرا ناكلز. كنا في الاخير كنا قمنا بديث اكزون وانتهينا من روبوتنيك ولدينا الكيوس إمرالدز الأم يعني مذر إمرالد، لكن سيخطفه إيجمان وسيجري وراءه سونيك بالهايبر سونيك وهو أول مرة وآخر مرة في كلاسيك سونيك للأسف. هيا نبدأ دومز داي زون. نعم نسيت لأن الزون اسمها دومز داي. حسنا أن نطير نذهب الأسفل الفقون نسيت المسجل نأخذ الرينجز. يعني نأخذ الرينجز قبل أن نواجهه لأنه الأمام. يمكننا أن نقوم بداش عبر النزل اللي يقفز لكن لا أود ذلك. لنأخذ الرينجز راحتنا وليس علينا أن نرتطم بالحجارة. واو واو كثير من الصاروخ. واو روبوتنيك Take it easy on me. Oh, rings, rings. أظن هاي rings يكفي للآن. نذهب سنجري الآن. نذهب من أسفل. نعم انتهت الصخور. وهذا هو روبوتنيك. كيف سنقتله؟ حسنا هنا الغباء. لدينا هايبرسونيك. لا يمكننا نهزمه بالهايبرسونيك. لكن بالصواريخة انظر نضربه بالصواريخة كالعادة كما تعودنا من روبوتنيك دايما يقتل نفسه بأدواته و نعرف. سننتظر هنا والصواريخ لا 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 صاروخ. نعم هيا اضربه اضربه. لا نعم ضربه هي ابعث يوخر سونيك. يعني تحس ان الارض من يعني تتحرك وروبوتنيك يتحرك يجري ونحن نجري في الفضاء. وانتهينا او لا مازال روبوتنيك لم يستسلم. انظر سيسقط سيسقط و لحظة مازال لم يستسلم. انظر بماذا هرب. بهرب بالديث ايج روبوت من سونيك 2 اذا تذكرونه. هذا شكله. انظر يبعث كالصواريخ ليجعل سونيك الى الوراء وهو انظر يهرب بالمذر امرالد. اذا ثلاث ضربات اخرى اظن وننتهي من لعبة سونيك 3 اند ناكلز ونرجع للمذر امرالد. او لحظة الرينجز اهتم بالرينجز او ساسقط. اي في ساعة ايه جو 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 اي اي اخر ضربة اظن. نعم اخر ضربة اسقطنا روبوتنيك وهزمناه اخيرا ولن يعود. نلعب سونيك ادفونتر سكاي سانكتياري زون و تيلز رجع بالتورنيدو. كان يمكن ان يوصلنا ديث ايج عبر التورنيدو لكن اليوم اخذنا المذر امرالد واحسن تسيقا عندما اختارت سكاي سانكتياري للاندينج هنا. يعني مثل في سونيك 1 دايما تختار افضل الاغاني في الاندينج. انظر اصبح صغير يعني تعرف انهم يمشون. انظر سيدور 3D. انتهينا من سونيك 3 يس. يمكن الان ان ابدا بدونكي كونغ كونتري على السوبر نيس. ورجعنا المذر كاوس مذر امرالد والجزيرة ستصعد الى الفوق. ما هو انجل ايلاند. اوب سونيك يعود بعد هذه المغامرة
وناكلز يشكرهم لانهم ارجعهم ارجعوا للماو الكاوسي مولود مظلين برو. اوب انت كرم ميكس للاغاني فقط اظن هذا اول كريدي تقوم به. نعم لا ثاني اول واحد كان سونيك جينيريشنز. انا يعني قمت سونيك جينيريشنز بالعربي بالتونسي. المهم او اذي اظن لحظة واحد اثنين ثلاثة رابع لعبة كملوها. انا لدي الان ماذا قمت سونيك زيلدا دونكي كونغ لا زيلدا وماريو يعني وميترويد. كل مرة اكمل لعبة لدي لعبة اخرى يعني سونيك انتهي من سونيك اقوم دونكي كونغ انتهي من ماريو اقوم بكيربي اقوم انتهي من زيلدا لا زيلدا طويلة جدا يمكن اكملها انتهي من مترويد ابدا ميجا مان اكس. بالنسبة لي اللعبة كما قلت افضل لعبة لي. انظر الدلافين والطيور اوكي سونيك حتى تورنيدو مكتوب عليها سونيك لكن بالمقلوب. ريميكس لأغاني سونيك اند ناكلز و ميوزيك كومبوزر. لحظة ميوزيك كومبوزرز يا جيد و ديث ايك زون و الأسئلة تهوي بالطبع بسكاي سانكتواري. نعم عرفت سكاي سانكتواري لان افضل اغنية الكل يعرف حتى من سيجا تيم يعرفوا انها افضل. وا سونيك اذا انتهينا سونيك 3. بالنسبة لسونيك يعني سننتهي من فترة السوبر نيس. نعم سأقوم ايضا بجيم بلاي لناكلز كيف تلعب ناكلز و جيم بلاي سونيك سي دي جيم بلاي سونيك 2 ليس ساكملو لاني سأضيع الوقت. واو ريميكس انظر سونيك انظر هنا و يتحول هايبر سونيك وفي الصورة انظر سونيك وناكلز thumbs up Lina. All right, long time no see. Let's go. selfie مع Sonic Tails و Knuckles فوق العنوان. وانتهينا سيجا. لحظة لا لحظة ندم لنا اوب ثاني ما ثالث مرة لكن الأولى لا تظهر هنا هذه الثاني مرة وهذه الثالث مرة. أوب سونيك هيروز من فوق من هناك. انتهينا من سونيك اند ناكلز 14 زون 14 ان فيديو. بالنسبة لسونيك 3 لدينا أفضل ليفل هو هيدرو سيتي زون و سونيك عندنا كوز بطبع سكاي سانكتواري لكن موسيقى جيدة في بعض الأغاني. أكره ستيج هو ميوا كارنيفال نايت زون وقليلا ميوا ساندو بول زون. وستوري يعني أحسن تسيقة في هذه اللعبة ماستر بيس فقط لهذه اللعبة. من عجبكم لايك كومنت سبسكرايب تسمي ملو ماريو. سي يو نيكست تايم.